في الساعات الأخيرة خرج علينا أحد اللاعبين السابقين في نادي الزمالك بخبر أو تصريح بيقول إنه يعني مقترح تقسيط غرامة كهرباء تم رفضه وأن اللاعب سيتعرض لإيقاف جديد. وهنا يعني أنا يمكن دي الطريقة اللي تعودنا عليها من هذا اللاعب السابق، لأنه كل ما بيكون فريقه متعثر في مباريات لازم يعمل حالة من البلبلة علشان يداري على التعثر. بس مش ده اللي أنا عايز أتكلم فيه، ولكن اللي بقوله هنا مفروض أنت كلاعب سابق بنادي كبير زي نادي الزمالك، ولكن ما هي الصفة اللي حضرتك بتتكلم بيها للتصريح بهذه الأمور؟ هل حضرتك مسؤول في نادي الزمالك؟ حسب ما أنا عارف يعني أعتقد لا، لأن في لجنة بتتولى إدارة شؤون نادي الزمالك. طيب هل حضرتك مؤهل قانونا ومطلع على أوراق القضية في المحكمة الرياضية مثلا الدولية علشان تطلع تقول لك أصله هيتوقف، أصله هيتعمل، أصله لا برضو أعتقد يعني. طب حضرتك بتعمل شوشرة ليه وبأي صفة؟ نفس الكلام الحقيقة بينطبق على أحد السادة المحترمين المرشحين لرئاسة نادي الزمالك، واللي خرج بتصريح بيقول فيه انه هيكون سعيد لو كهربا اعتزل. طب هل ده كلام ينفع يتقال؟ هل ده كلام ينفع يتقال بعيدا عن انه لاعب في نادي الاهلي؟ هل ده كلام ينفع يتقال على انه لاعب او على لاعب دولي في منتخب مصر قد يستفيد منه منتخب مصر، قد يكون سبب في صعود مصر لكاس العالم مثلا يعني؟ طيب هل لو صدر هذا التصريح من أحد المحسوبين على النادي الأهلي الدنيا هتبقى عادي؟ كيف سيكون التعامل لو حصل مثل هذا الأمور؟ أنا دايما بسأل وبحب أن يكون هناك إجابات، وأنا هنا بتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب على الجميع، مش أنا لوحدي، احنا سياستنا دايما بتكون بهذا الشكل. السؤال الأهم، أين العقلانية والموضوعية في الكلام؟ أين العقلانية والموضوعية في الكلام؟ حاجات غريبة جدا الواحد بيسمعها بتخليني أبقى متضايق والله بجد. وأنا بسمع هذه التصريحات أنا سمعتها بوداني، مش حد مثلا قال لي كذا، لا أنا سمعتها بوداني. فعشان كده دايما أقول لحضراتكم خلي بالكم من مثل هذه التصريحات، مثل هذه التصريحات هي اللي بتخلي الفتنة والتعصب يزيدوا بجد والله العظيم. احنا بنسعى دائما إن احنا نبقى ماشيين في سكة الاحترام والأدب والأخلاق.